وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة العظيمة فيها ثمان آيات، وقد جمع الله تعالى فيها مواعظ عدة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وللأسف الشديد قد يقرأ الكثيرون كتاب الله تعالى فلا يتدبرونه، بل بعضهم يعظم طوال الصور ولا يلتفت إلى قصار المفصل. وهذا القرآن كله عظيم لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، ولأنه تكلم به وهو عظيم، فكلامه جل وعلا لا يضاهيه كلام أحد من الخلق. تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل جبريل عليه السلام به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرأه للأمة، وأخذه الصحابة ونقلوه إلينا، ونحن نقرأ هذا الكتاب وفيه الهدى وفيه الخير وفيه الصلاح وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في كتاب الإيمان، وهو الجزء السابع من الفتاوى، قال في قول الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن اتبع الهدى وهو القرآن بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد شيء أنفع إلى القلب ويقوي الجسم وينشط العقل ويصلح فؤاد العبد كهذا الكتاب وهو القرآن. فالواجب علينا جميعا أن نعظمه. جاءت فيه الأخبار الصادقة والأحكام العادلة التي فيها ما ينفع العباد في أمور دينهم ودنياهم وأخراهم. ألهاكم التكاثر، هذه السورة سورة التكاثر، فيها فوائد نقف مع بعضها. الفائدة الأولى: ألهاكم التكاثر، ألهاكم من اللهو، شغلكم. قال السعدي رحمه الله تعالى: قال الله ألهاكم التكاثر، ولم يذكر المتكاثر من أجله، لم يذكره، لم يقل ألهاكم التكاثر في جمع المال ولا في الأولاد ولا في المناصب ولا في المساكن، وإنما جعله مبهما أو جعله عاما ليشمل الجميع. ألهاكم التكاثر، فكل شيء يلهيك عن الله والدار الآخرة هذا من اللهو. قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل
فسوف يعلمون. وقال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: اللهو في القلوب واللعب في الأبدان. قال الله تعالى في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الناظر والسامع لحال الناس اليوم يجدهم في لهو، في المجالس وفي المناسبات وفي المواصلات يتكلمون عن الغلاء ويتكلمون عن اللعب وعن الكرة، يتكلمون عن السياسة، يتكلمون عن الدنيا. شغلت قلوبهم حتى خرجت في ألسنتهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القلوب قدور والألسنة مقارفها. القلوب قدور والألسنة مقارفها، الذي يخرج من اللسان، الذي يخرجه اللسان هذا من القلب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية، قال: من أسر سريرة سيئة أظهرها الله في صفحات وجهه أو فلتات لسانه. إذا وجدت الرجل، إذا وجدت كلامه كله في الدنيا فاعلم أن قلبه ممتلئ بالدنيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: وكم من عبد ختم له بقول من أقوال الدنيا، يقال له في الموت لا إله إلا الله فيقول: بيعوا الدار الفلانية بكذا، وبيعوا الأرض الفلانية بكذا وبكذا حتى يموت. ألهاكم التكاثر يا أمة الإسلام، شغلكم عن أمر عظيم، عن الموت وعن القبر وعن الآخرة. ما خلقتم من أجل المال، ما خلقتم من أجل الخبز ولا الوقود ولا السيارات ولا الأموال ولا الدنيا، وإنما خلقتم لأعظم من هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل عسى ترانا بعد ذلك نسلم. قال الإلبيري رحمه الله تعالى: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصل أمر دينك ما استطعت، ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صبي قد دفنت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه السورة ولقوله تعالى: حتى زرتم المقابر، أي انتقلتم بعد الموت إلى القبر. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز،
فقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال: ما من زائر إلا ويعود ويرجع إلى أهله. أنت في هذه الحياة الدنيا خلقت من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم تموت فتنتقل إلى الدار الآخرة، تمر بالبرزخ، والقبر أول منازل الآخرة. قال السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: حتى زرتم المقابر، أي هذه الزيارة بعدها القيام والانتقال. فالعبد من القبر ينتقل إلى دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم قال الله تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هذا وعيد بعد وعيد، هذا تهديد لمن ألهته الدنيا أنه سينتقل منها وسيخرج منها، رضي أو لم يرضى، أقبل على الآخرة أو لم يقبل بقلبه، لا بد أن يقبل عليها ببدنه يوما من الدهر. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، وبعد: الوقفة الثانية حول العلم النافع. قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قال السعدي رحمه الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، لو علمتم العلم الحقيقي، العلم النافع، فإن هذا العلم أثره في قلب العبد كأنه يرى النار أمام عينيه، لأن العلم يقود إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال مسروق رحمه الله تعالى من أئمة التابعين: بحسب العلم، بحسب العبد من العلم أن يخشى الله، وبحسبه من الجهل أن يعجب بعلمه أو عمله. بحسب يعني يكفي أنك تعلمت علما نافعا أنك تخشى الله سبحانه وتعالى. العلم، والعلم ثلاثة أنواع: علم العبد بربه، وعلم العبد بالشرع، وعلم العبد بالجزاء. علم العبد بربه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: من تأمل خطاب القرآن وجد ربا رحيما كريما ودودا غفورا عظيما يرسل الرسل إلى عباده ويغفر للتائبين والمسيئين ويتجاوز عنهم وهو عظيم منتقم، فيعظم الله
ويحب الله. قال ابن القيم: فإذا أحب العبد الله تعالى لهج لسانه بذكره وعملت جوارحه بطاعته. هذا هو العلم النافع، أن تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن تعرف الله بآياته الكونية وبآياته الشرعية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فإذا عرف العبد ربه المعرفة النافعة فإنه يوحد الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. قال الله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الجهل الذي يجعل العبد يلجأ إلى الأموات. ما أجهله وما أخباه وما أفسد عقله، ما أفسد عقله. ميت فارق الدنيا محتاج إلى دعاء الأحياء، محتاج إلى حسنة عملها في الدنيا قبل موته، إلى صدقة جارية، إلى علم تركه ينتفع به، إلى ولد صالح خلفه يدعو له، ومع هذا هؤلاء يلجؤون إليه يقولون: يا فلان أنجدنا من المصائب، وهل هناك مصيبة في الدنيا أعظم من مصيبة الموت؟ وهو واقع فيها وهي واقعة به. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، لو قيل للميت: هذا مال خذه، هذا مال خذه، نريد أن تحسبه، نريد عدد هذا المال، ما استطاع أن يحرك أصابعه. والمال مالك لا يستطيع حسابه، فكيف يأتيك بالمال؟ وكيف يهب الذرية؟ وكيف يلجأ إليه؟ قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال سبحانه: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال الله: إنك لا تسمع الموتى. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أفلا يعقلون، يلجؤون إلى هؤلاء الضعفاء. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام إذا منع من الطعام مات، والذي يأكل الطعام إذا أكل الطعام ذهب إلى الخلاء وأخرج العذرة. كيف يعبد من دون الله؟ كيف يلجأ إليه؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. قال سبحانه: أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدينون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تحدي لهذا الخلق، لا يستطيعون رد الموت إذا جاء، فكيف يدعون من دون الله تعالى؟ كيف يتبرك بالأتربة؟ كيف يطاف بالقباب؟ قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الوقفة الثالثة: ثم لترونها عين اليقين. كما أن الذي يتعلم العلم النافع كأنه في الدنيا بقلبه يرى النار بعينه، كأنه في الدنيا بقلبه يرى النار بعينه، فسوف يراها يوم القيامة عيانا. وإذا راها عيانا، قال ابن كثير: للنار زفرة، إذا زفرتها جهنم لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ويخاف، إلا ويجثو على الركب. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ينطق بالحق. إذا رأى الناس النار، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، كما في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركت على أهل المحشر لأخذتهم جميعا، يأخذونها فيمرون فيمرونها للناس، والناس يقفون صفوفا، والجن والملائكة تحيط بالمشهد، ويجيء ربك مجيئا يليق بجلاله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا،
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يتذكر كل لحظة مرت في غير طاعة الله يتذكر الذنوب التي وقع فيها بلسانه أو بعينه أو بأذنه أو بجوارحه أو بقلبه يتذكر إن كان مخلصاً أو مرائياً يتذكر الطاعات لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر علمت نفس ما قدمت وأخرت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ثم لترونها عين اليقين الوقفة الأخيرة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن النعيم قال مجاهد رحمه الله تعالى عن كل لذة من لذات الدنيا عن كل لذة من شرب الماء البارد ولم يشكر الله سئل عن ذلك من عافاه الله أياما وشهورا وسنوات من من الله عليه بالشباب وبالبصر وبالسمع من أعطاه الله العلم من أعطاه المال من امتحنه من من عليه بالبيوت وبالمراكب وبالزوجات وباللذات وبالنعيم سيسأله ربه أشكر الله على هذه النعم أم أنه كفرها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا من عمى وأن يردنا إليه ردا جميلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.